نقطة أخرى مراد إذا ممكن. بدل. أنا اليوم يعني كي شفت الأداء تاع المنتخب الفرنسي وشفت الأداء تاع لاعب مثل مبابي، أنا نظن بأن يعني التحكيم، نروحوا للتحكيم، لما نشوفوا نديروا مرة تحكم مقابلات كرة قدم تاع الرجال، أنا نظن هذا مضيعة للوقت، لأنه طبعا أنت مبابي باش تدير له واحد باش يتبعه ما يقدرش، فما بالك مرة تجري طبعا يتبع والحكم مش شد الجوار، ولكن يجري يجري أكثر من الجوار الأربيت. يجري أنت في رأيك يعني الأربيت رفام هذه بالما جات المونديال ما حضرتش روحها بدنيا مهما تحضر؟ مهما تحضر مراد نروحوا مثلا ألعاب القوة، ماشي ديفونسور، اسمح لي نروح ألعاب القوة، ماشي ديفونسور، اسمح لي الأربيت يجري مع الكرة، الأربيت يجري أكثر، أحيانا يجري أكثر من اللاعب، لا يجري أكثر من اللاعب، ما راحتش بلي الحكم الفرنسية في المقابلة تاع ألمانيا مع كوستاريكا تشوف اللاعبين يروحوا لها ما تقدرش ما تلحقش، بصح دارت مباراة في المستوى، صح قول في المستوى مراد لأن كانت سيطرة ما تقدرش. راح نسألوا باش نختموا، يعني اللاعب كرة القدم في رأيك شحال يجري من كيلومتر في مباراة؟ بارك كان اللي يجري حتى 12 كيلومتر، شحال؟ كان اللي يجري 12 10 12 يا داك صح هذاك مبابي ضدي. اسمع اسمع نهضروا في العاب القوى، شفت كاش مرة محط رقم قياسي تاع راجل؟ مستحيل، معليش الرقم القياسي دائما تكون الرجال. اليوم علاش الحكام يديروا لهم مثلا تيست فيزيك قبل ما تبدا الدوره؟ يديروا تيست فيزيك لانه اذا ما جابش التيست فيزيك تاعو يروح يرفض قشو.